في انتظار أن يلتحق بنا الدكتور دريس لقريني أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، أرحب بضيفنا اليوم الإعلامي محمد واموسي من باريس. سي واموسي مرحبا. مساك الله بالخير وتحياتي للسادة المستمعين. حركية دؤوبة تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية محمد واموسي منذ فبراير الماضي، ما أصدى هذا التقارب المغربي الفرنسي في الإعلام والوسط السياسي الفرنسيين؟ هو بالفعل هناك يعني عودة نوعا ما للدفء في العلاقات المغربية الفرنسية على عدة مستويات. هناك حديث في الإعلام الفرنسي عن هذا الدفء، الإعلام الفرنسي عاد مجددا ليتحدث عن المياه الراكدة التي يعني يجري تجاوزها في هذه الفترة، حتى بعد النداءات التي وجهها الكثير من القادة والسياسيين وكبار الشخصيات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما عاتبوه بأن فرنسا نوعا ما تبدو متأخرة في اللحاق بباقي الشركاء الدوليين في التقارب مع المغرب، خاصة فيما يتعلق بالشق السياسي المتعلق بالاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية. هناك لوم كبير من قبل السياسيين للرئيس الفرنسي، هم كانوا يريدون أن تكون فرنسا في طلائع الدول العالمية والدول الإفريقية والعربية التي سارعت إلى فتح تمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية، لكن حتى الآن فرنسا يبدو أنها تحاول أن تمسك العصا من الوسط، فهي من ناحية تبحث عن تقارب جديد مع المغرب في الشق السياسي الاقتصادي، وفي نفس الوقت لا تريد أن تغضب الشريك الثاني الذي ترتبط معه بعلاقات معقدة جدا، وأقصد هنا الجزائر، خاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعني طلب منه من فرنسا بأن يجري الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل الزيارة المرتقبة له إلى فرنسا. نعم. شهر أكتوبر المقبل. نعم، خريطة طريق إذن. أرحب بدءا بضيفنا الدكتور دريس القريني الذي يلتحق بنا. الدكتور دريس مرحبا. أهلا وسهلا. إذن دكتور، خريطة الطريق بين المغرب وفرنسا تستشرف 30 سنة المقبلة وتتعلق بالاستثمارات الكبرى، فضلا عن الجوانب الأمنية والتبادلات الثقافية، ثم إن باريس لا تفتأ منذ فبراير الماضي تكرر بأنها ترغب في مواكبة الجهود التنموية التي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية. ما دلالات هذا السعي أستاذ دريس القريني؟ أولا، العلاقات المغربية الفرنسية شهدت في الآونة الأخيرة أزمة وإن كانت صامتة، ولكن طبعا كانت هذه الأزمة واضحة المعالم، خصوصا وأن المغرب يعني يحرص منذ مدة على إرساء شراكات متوازنة وعلى إرساء شراكات شمولية وليس شراكات مبنية على المصلحة التي تصب في صالح طرف واحد. وأعتقد أيضا بأن هذه الأزمة يمكننا أن نردها في جزء وفي جزء كبير منها للارتباكات التي طبعت السياسة الخارجية الفرنسية، ليس فقط تجاه المغرب ولكن تجاه الكثير من المناطق ومنها الدائرة الإفريقية التي فقدت فيها فرنسا الكثير من النفوذ. ويبدو أن هذه الارتباكات مرتبطة بعدم استيعاب فرنسا للتحولات المجتمعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها هذه الدول، وأيضا رغبة هذه الدول ومنها طبعا المغرب في إرساء علاقات متوازنة. طبعا الإشارات التي وردت من باريس في الآونة الأخيرة يمكننا أن نعتبرها أنها إيجابية، وبأن فيها نوع من استيعاب طبيعة العلاقات التي يسعى إليها المغرب، خصوصا وقد أكد وزير الخارجية مؤخرا على أنه المغرب يحظى بوزن على المستوى الإقليمي، وأكد أيضا على إمكانية استثمار إمكانات مهمة جدا في الأقاليم الجنوبية، هذه الأقاليم طبعا التي يسعى المغرب إلى أن تكون طبعا رافدا أو واجهة لتزويد العلاقات المغربية الإفريقية، وكذلك أيضا في سياق تطوير أو تعزيز المشروع الأطلسي الذي أطلقه المغرب، والذي كما ذكرتم يعني له أبعاد استراتيجية ويوحي إلى رغبة المغرب في أن كذلك أن يعزز كما قلت موقعه الإقليمي، ويعزز كذلك التعاون والشراكة في هذه المنطقة. وأعتقد بأن فرنسا طبعا يعني على المستوى الرسمي ووجود وأيضا على عدة مستويات أخرى موازية مقتنعة تماما بأهمية الشراكة مع المغرب على اعتبار العلاقات التاريخية وعلى اعتبار الملفات المشتركة، وأيضا هناك نخبة وازنة داخل فرنسا واعية بأهمية واستراتيجية العلاقة مع المغرب،
خصوصا وان المغرب هو اولا شريك يعني جدي وشريك طبعا دائما يعطي اشارات ايجابيه لفرنسا فيما يتعلق برغبته في تطوير هذه العلاقه. واعتقد ما قلت بان هذه الاشارات ايجابيه يمكن ان نقراها بانها تصب باتجاه وعي فرنسا بضروره تعزيز علاقتها مع المغرب، وبكل تاكيد ستكون لها تبعات ايضا سياسيه بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية. نعم، عودة إلى ملف الصحراء المغربية، أستاذ محمد واموسي، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان ساجورني كان قد أكد بالرباط شهر فبراير الماضي دعم باريس الواضح والمستمر حسب تعبيره حينها لمقترح الحكم الذاتي، مضيفا بأن فرنسا تعرف بأن ملف الصحراء رهان وجودي بالنسبة للمغرب، وبأنه سيسهر شخصيا على أن يحرز تقدم بهذا الشأن. واليوم قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن المحادثات التي أجراها وزيرا خارجية البلدين أول أمس الثلاثاء في باريس سمحت بإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الأجندة السياسية وخريطة الطريق المشتركة. ترى عن أي تقدم يتحدث المسؤولون الفرنسيون في هذا السياق أستاذ وموسي؟ أولا يجب أن نشير إلى أن الزيارة الأولى لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني للمنطقة كانت إلى الرباط، واختار المغرب بشكل متعمد أن يكون الوجهة الأولى له إلى المنطقة، وهذا فيه أكثر من إشارة على أن فرنسا تريد أن تتجاوز التوتر الحاصل في العلاقات وتريد تحريك مياه البركة الراكدة في العلاقات المغربية الفرنسية. لكن يبدو أن باريس تسعى أولا بالدخول عبر البوابة الاقتصادية، الشراكة الاقتصادية، بينما المغرب يراهن بأن يتم تجاوز الخلافات الحاصلة في العلاقات الفرنسية المغربية عبر بوابة الصحراء. يعني الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية هي بالنسبة للمغرب مسألة محورية في أي مصالحة شاملة مع باريس، وهو أمر حتى الآن يبدو أن باريس يعني تحاول ما أمكن أن تمسك كما قلت العصا من الوسط. والسؤال المحوري الذي يطرحه المختصون هنا في فرنسا سواء وسائل الإعلام أو سواء بالنسبة للاقتصاديين أو السياسيين، وهو ماذا بعد هذه الشراكة الاقتصادية التي تطمح إليها باريس؟ طبعا المغرب يعلم جيدا الأهداف الفرنسية. فرنسا لنقولها نقولها بشكل واضح، هي تريد حصتها في في في, في ربما العقود التجارية في الاستثمار في المنطقة الجنوبية، خاصة وأن الأقاليم الجنوبية اليوم أصبحت وجهة مفضلة لكثير من الشركات العالمية، لكبريات الدول التي يعني تسعى باستمرار إلى فتح مشاريع اقتصادية، إلى إطلاق مشاريع كبرى تجارية في المنطقة، وميناء الداخل له يعني الكثير من الآفاق الاقتصادية. لذلك فإن فرنسا تريد قبل يعني ربما إعلان، أنا على يعني حسب ما يقال في الإعلام أو بعض الدوائر المغلقة، أن أي إعلان رسمي يقضي بالدعم الواضح لفرنسا للسيادة المغربية على الصحراء سيكون في الزيارة المقبلة، الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. وهذه الزيارة سبق وأن أجلت عدة مرات، لكن يبدو أن الرئيس ماكرون الآن من خلال هذا الحراك، من خلال هذه النشاط الدبلوماسي الجاري في هذه الأيام، هو ربما يمهد لهذه الزيارة. لكن كما قلت هو يسعى إلى أن يمسك العصا من الوسط، بما يعني أنه يريد أن يكسب الدعم المغربي وفي نفس الوقت عدم إغضاب الجزائر التي نعلم جميعا أنها هي الطرف الحقيقي في هذا المشكلة، يعني الأطماع الجزائرية في مغربية الصحراء. لذلك فإن العلاقات الفرنسية الجزائرية هي معقدة، وهناك ملفات ثقيلة في 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 يعني بين البلدين. لكن الواضح جدا في هذا الموضوع هو أنه بالنسبة للرباط يبقى الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمغرب مسألة محورية في أي مصالحة، وهذا الأمر هو الذي حجر الزاوية في العلاقات الفرنسية المغربية. وهذا يقودني إلى السؤال دكتور دريس الجريني، ما الذي يمنع فرنسا من التقدم حقيقة في موقفها من ملف الصحراء المغربية والانتقال من الدعم إلى الاعتراف؟ هل ورقة الجزائر كافية لتبرير هذا التردد؟ هو بداية الموقف الفرنسي حقيقة يعني لا يمكننا أن نقرأه بأنه سلبي. طبعا هناك دعم لمشروع الحكم الذاتي، وهذا عبرت عنه يعني الكثير من الـ يعني القوى أو الجهات الرسمية الفرنسية في كثير من المناسبات. وأعتقد بأن الإشارة التي وردت مؤخرا فيما يتعلق بالاستثمار في هذه الأقاليم
أعتقد بأنها إشارة إيجابية، على اعتبار أن هناك دائما علاقة ما بين ما هو سياسي وبين ما هو اقتصادي، لأن تشبيك العلاقات بين الدول ويعني تعزيز المصالح بكل تأكيد هو يدفع إلى تبني مواقف سياسية تكون في مستوى هذه الشراكات، خصوصا وأن الدول لا تريد أن تضحي بمصالحها من خلال بعض المواقف التي يمكن أن تقرأها الدول الشركة كإشارات سلبية في هذا الخصوص، وخصوصا وأن الأمر يتعلق بقضية محورية وقضية طبعا لها أولويتها في السياسة الخارجية المغربية. بكل تأكيد على أن فرنسا كما قلت رغم ذلك فلا زال موقفها نوعا ما ضبابيا، خصوصا وأنها كما أشرت إلى ذلك يعني أنها تريد أن توازن أيضا مع علاقتها مع الطرف الجزائري، لأنه كانت هناك أيضا زيارات وهناك أيضا مراهنات. وأعتقد بأن المغرب طبعا أرسل رسالة واضحة في هذا الخصوص، مفادها على أن البوابة التي يطل بها المغرب عبر العالم أو يرسي بها المغرب شراكاته وعلاقته هي قضية الصحراء المغربية، ولذلك أعتقد بأن فرنسا بدأت تستوعب الأمر، خصوصا وقد كانت هناك تجارب للمغرب في السابق خصوصا مع إسبانيا مع ألمانيا، والتي أفضت إلى مواقف يعني خصوصا في الجانب الإسباني كانت مواقف واضحة وأكثر تقدما، خرجت معها هذه البلدان من دائرة الغموض أو دائرة من تقرمدية فعلا. ولهذا أعتقد بأن المستقبل لحدود الساعة هناك إشارات مهمة جدا، لأن لا يمكن لفرنسا بالمنظور الاستراتيجي، وكلنا يعرف بأن فرنسا كما قلت تلقت ضربات قاسية في السنوات الأخيرة في القارة الإفريقية وخصوصا في منطقة الساحل، وكانت هناك انتقادات كبيرة جدا من قبل مجموعة من القوى السياسية والاقتصادية داخل فرنسا لهذه السياسات، وبالتالي فأعتقد بأن المراهنة على العلاقات المغربية ربما قد تمثل يعني إشارة إيجابية إلى أن فرنسا بدأت تستوعب كما قلت التطورات والتحولات التي شهدتها هذه البلدان، وأيضا بأن المغرب طبعا ربما في وقت ما ربما كان المغرب قد يقبل بهذه الشراكة، ولكن اليوم كما قلت هناك تطور، هناك أيضا سياسة خارجية مغربية متطورة مبنية على المصلحة مبنية على تنويع الشركاء، وبالتالي لم تعد فرنسا يعني رغم علاقتها المتينة والاستراتيجية مع المغرب، ولكن المغرب له أيضا علاقات مع مجموعة من الأقطاب الدولية والإقليمية الوازنة، وكذلك علاقات مع البلدان الإفريقية التي ربما تستوعب مع فرنسا بأن المغرب لم يعد كما كان في السابق، وبالتالي فهي بحاجة إلى مراجعة سياستها ومراجعة طبعا أولوياتها في هذا الخصوص، من خلال طبعا الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وكذلك الأخذ على الاعتبار بمصالح المغرب في شموليتها وليس فقط بجانب الاقتصادي فقط. وهنا يمكن لنا القول إن الاعتراف بسيادة المغرب على صحراء البوابة الوحيدة ربما للخروج من هذه المنطقة الرمادية. أستاذ وموسي، أنا أعتقد أن الإعلان غير المباشر الذي نشرته صحيفة لوموند والذي تحدث عن نية الوكالة الفرنسية للتنمية وما أدرك ما هذه الوكالة للدخول في مشاريع استثمارية في منطقة الصحراء المغربية، يعني أنه رغم التريث الذي يطبع نوعا ما العودة التدريجية والبطيئة لهذه العلاقات المغربية الفرنسية، إلا أن باريس تحرص ربما على بعث إشارات إيجابية للرباط لتؤكد عن رغبتها في أن يطوى هذا الملف الخلاف السياسي إن صح التعبير بين البلدين. يعني هناك توجه لتشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية بما يواكب هذه الانفراجة في هذه الأزمة أو أزمة سوء الفهم إن صح التعبير الذي طغت على العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بملف الصحراء المغربي وهو ملف وجودي واستراتيجي ووطني بالنسبة للشعب المغربي وللدولة المغربية وللقيادة. وأعتقد أن منذ الاتصال الهاتفي الذي جمع الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأيضا الاستقبال الرسمي الذي خصه قصر الإليزي لصاحبة السمو الأميرات خلال الزيارة الأخيرة إلى الرباط وأيضا إلى باريس عفوا وأيضا زيارة وزير الخارجية الفرنسي ووزراء آخرين، كل هذا يعني أن الدبلوماسية الفرنسية منخرطة بشكل جدي
من أجل إعادة الدفء إلى هذه العلاقات المغربية الفرنسية بأن تعود إلى مستوياتها الطبيعية، أن تعود إلى المستويات التقليدية. هناك يعني نوعا ما تحول في هذه المنهجية داخل مؤسسة الدولة الفرنسية، لكن بالنسبة للمغرب الأمور واضحة. المرجع هو خطاب جلالة الملك محمد السادس، هو أن القضية الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العلاقات الدولية التي تربطه بكامل بجميع دول العالم. دول العالم. الأستاذ محمد وموسي، الصحفي المغربي المقيم بفرنسا، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا لك. شكرا لك ولضيفك الكريم وللسادة المستمعين. والشكر لك الدكتور دريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش. شكرا لك وأيضا للأستاذ وموسي وللمتابعين الكرام. والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في نقاش حصاد غد بحول الله.